صباح الخير أعزائي المتابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز بروكر. عيدكم الكريم. مجد اليوم 16 يناير 2020، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. أداء إيجابي ومستويات قياسية جديدة وارتفاعات عنيفة لمؤشر داو جونز، وده أكيد راجع في المقام الأول لتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية والصين اتفاق المرحلة الأولى للتجارة، وطبعا تعهدهم بحل النزاع بشأن الرسوم الجمركية اللي أثر على الأسواق المالية بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، خلال العام الماضي بالتحديد. ده كان أهم أكيد الأخبار المؤثرة على الأسواق، بالإضافة كمان لتصريحات ترامب الأكد فيها دونالد ترامب أنه سيلغي كل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين بمجرد أن يكمل البلدان المرحلة 2 من اتفاقهما للتجارة، مضيفا أنه لا يتوقع أن يكون هناك اتفاق لمرحلة 3. وتحدث أثناء مراسم توقيع اتفاق المرحلة الأولى أكد ترامب أنا أتركها للرسوم الجمركية، لأن أنا بغير ذلك لن يكون لدينا أوراق ضغط لاستخدامها في التفاوض، وأكد أن ستسقط كلها بمجرد أن ننهي من أن ننتهي من المرحلة 2. يعني أكد ترامب أن ستبقى الرسوم الجمركية لحد ما يوصلوا للاتفاق المرحلة الثانية خلال طبعا العام الحالي. دي كانت أهم الأخبار اللي كان ليها تأثير مباشر وتأثير عنيف على الأسواق امبارح. النهاردة كمان في انتظار بيان هام هو مبيعات تجزئة الشهر لشهر ديسمبر، متوقع ليه يكون 3%، والشهر الماضي كان 2%. خلونا ننتقل مع بعض نشوف التشارت ونشوف تأثر ازاي من خلال الأحداث اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا زي ما انتم شايفين خلال واحنا بنتكلم في الويبنر قدر يكسر مؤشر داو جونز 29.90، وقدر ان هو يتفوق عليه، ودي بداية اشارة التفوق الايجابي طبعا والترند الجديد، وده مستويات قياسية جديدة بيسجلها مؤشر داو جونز، عشان كده احنا أبقينا عليها. أداء طبعا إيجابي على الـ EMA على السار، تقاطع متوسطات السعرية الأعلى، المسافة بينهم بدأت تبعد، إيجابي على الفلات ترند، إيجابي على مؤشر الاستوكستيك، خلص طبعا نموذج العلم وقدر إن هو يكسره ويكمل، وده طبعا نموذج مكمل للاتجاه، فلسه عندنا المزيد من الإيجابية أكيد والارتفاعات لمؤشر داو جونز. خط اتجاه صاعد كنا قلنا ما هواش الأقوى، لكن التزم به مؤشر داو جونز بشكل كبير، ومزيد من الإيجابية واضح. الداو جونز متوقع إنه يستمر طبعا في الارتفاعات لحد ما يوصل لل 29.70، هنا يكون قدامه تحدي بسيط علشان يوصل ل 260. مره ثانيه الاتجاه المتوقع النهارده لمؤشر داو جونز والاتجاه الايجابي بعد خلاص ما كسر 29.90، يبقى المجال قدامه مفتوح لل 170 وراها ال 260. السيناريو الاخر والمعاكس والمستبعد تماما من وجهه نظري هو كسر 28.960 علشان يروح ل 870، واخر نقطه هتكون عند 770. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.